صور سيدي لك صور. السلام عليكم السيد بشير. كي داير السيد بشير؟ الله يحفظك ليا سيدي مين. جوهره لاصو جوهره اللي زوينه زوينه بزاف، شي حاجه اللي ما كايناش، شي حاجه اللي ما داعش. شد ليا صوره مزيانه سيدي ميدو. انا معاك السيد بشير. هذه باش ما خدمتي اختي راه تجي زوينه. بغيتي ديريها دو بياس، نعطيك دو بياس الاقتراح الاول. نبدا لك من دو بياس هو الاول. كنبيع لك دابا بياسه بوحده، بغيتي دو بياس عاوتاني ثمن اخر. هذه كنبيعك 300 درهم، الثمن ديالها 450 درهم، دير لك 300 درهم. بغيتي ديري هاد دو بيس كيف كنقول لك، تاخذي الويل من هاد الوينات اللي كاينه هنايا، النوار ولا الدوغي او نارو شوكولا. هاد الوينات كاملين مشاو كميال كذلك، سواء كذلك يجي مع زوال. العبار ديالها 3 متر ونص، وكتجي قطيطين، وكتجي جليدي، وكتجي كذلك تات كاشير. هذا هو اللي كان. السلام ورحمة الله. مرحبا. هانا سيدي حبيبي، شوف هاد الوينه عاوتاني كيف كتشوف. هانا الوينات ديالها كيف قلت لك اخو ميدو كاملين زوينين. غير انت اختي قولي لي شنو بغيتي، وخلي لي الراي ديالك تما والطلب ديالك تما، وكنصايب لك داكشي اللي بغيتي انت. بغيتي دو بيس غنخدم لك على اساس دو بيس، بغيتي بياس واحده نخدم عليك على اساس بياس واحده، وبغيتي كذلك تجلابه غتواصل معايا ونصايب لاختي جلابه. الثمن ديالها كيف قلت لك 300 درهم. السلام عليكم. من الوينات ديالها هنا، هذه من الوينات ديالها، لونين نسيك في اللون. وبالنسبه للخيمه ديالها راه كتجي بحال خميدو، يعني كتجي واقفه على الطول ديالها، على الطول ديالها، على الطول ديالها. اللي بغا يدير البرشمان عاوتاني راندا راه ممكن. كيف كنقول لك انا كنعطيك تويب لك الصحه قد الخدمه اللي كنقول لك كامله وبصحتك وراحتك. 300 درهم هذا من اللوينات ديالها خميد، ما فيهاش اللوينات بزاف. واللي بغا شي جوهره شي زواق اخرى عاوتاني راه كاينين اللوينات ديالها، ما كاينش هذه، يعني كاين من غيرها، كاين زواقات مختلفين، وكذلك كاين حتى الاثمنه هي كذلك مختلفه. ياك كتشد ليا ميدو الصاره ما تضيعش. معاك السيدي بوشعيب. سينا ميدو راه تخطع لك انا راجل. معاك السيدي بوشعيب. معاك. شوف هذا اللوين عاوتاني كيفاش داير. اللهم بارك. هذا الشيء كامل 300 درهم، 6000 ريال. حنا كاين بحال الحسني شرا افغانستان الفرنس، الارقام ديال الدراري والدريس كيبقاو عند السن تحت في صندوق الوسط. تصلي بينا وتجيك الامانه ديالك تلعندك، عاد كتخلصي وبصحتك وراحتك، وجي من بارطاج.